رعى وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاس حفل تخريج التلاميذ الناجحين والمتفوقين في الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية العامة في ثانوية الشهيد بلال فحص التابعة لمؤسسات أمل التربوية دفعة المربي المناضل الدكتور رضا سعادة على مسرح الثانوية بحضور عضو هيئة الرئاسة في حركة أمل خليل حمدان، ممثل النائب هانئ بيسي مدير مكتبه محمد أنسو، وممثل النائب ناصر جابر مستشاره المالي أحمد ظاهر، ومسؤول الشباب والرياضة المركزية في حركة أمل علي ياسين، ورئيس مكتب مخابرات الجيش في النبطية العميد علي إسماعيل، ونائب رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان حسن فقيه، ومدير عام مؤسسات أمل التربوية بلال زين الدين، ورئيس وحدة النشاطات الكشفية والرياضية في المنطقة التربوية في النبطية عبد الله عيسى، ورؤساء بلديات ومخاتير وفعاليات تربوية وثقافية واجتماعية، وأهالي الطلاب المتخرجين. الوزير كلاس لفت إلى باركة الأمل المتمثلة بدعوة الرئيس نبيه بري الجادة إلى الحوار البرلماني للخروج من أنفاق المزايدات ودهاليز السياسات. ورغم دماسة هذا الظرف هي دعوة الرئيس نبيه بري الجادة إلى الحوار البرلماني للخروج من أنفاق المزايدات ودهاليز السياسات، رجاء أن ينتج عن التلاقي الحواري انتخاب رئيس للجمهورية، فينتظم عقد المؤسسات الدستورية، ويستعيد لبنان توازنه واتزانه. إن دعوة دولته هي مقدرة ومعتبرة، يدعو إلى حوار انتخابي برلماني توازن بين فيه عناصر أربعة: أنها دعوة دستورية، أنها دعوة كيانية، أنها دعوة عقلانية وواقعية. من جانبه أشار مدير ثانوية الشهيد بلال فحص في طول سليمان عليان إلى التميز والتفوق الذي حصدته الثانوية على مستوى لبنان ومحافظة النبطية. ثاني وثالث على صعيد المحافظة. اثنين ممتاز، 14 جيد جدا، 8 جيد. نسبة التفوق 70%. على صعيد الأنشطة المدرسية بس المركز الأول، وإلا بتطلع حكاية كتير مش نخلص يعني. بدوره لفت زين الدين إلى أن مؤسسات أمل هي مؤسسات التميز والتفوق على مستوى لبنان، معلنا إهداء هذه النتائج للإمام القائد السيد موسى الصدر وحامل أمانته الرئيس نبيه بري. علموا كل ألحان السكينة التي غالبا ما تشبه نوم ماء البحر على مساند الشطآن. أنتم يا من فككتم حروف لغة أنين الصمت المضاء في سقوف الكهوف، في سقوف كهوف الجهل الوضيعة. وكانت كلمة شكر لنجل الراحل الدكتور رضا سعادة الدكتور محمد سعادة، شكر فيها المؤسسات والثانويات على إطلاق اسم والده على دفعة المتخرجين.